مساء الخير مشاهدي العربية وأهلا بكم إلى العالم الليلة. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. And in this moment the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide. بلينكين يكشف عن عرض صخي لحركة حماس حول الهدنة واتهامات إسرائيلية للسنوار بتعمد التباطؤ بالرد. On the bilateral agreements between the Kingdom and the US, we are very, very close. Most of the work has already been done. وزير الخارجية السعودي يتوقع إبراما قريبا لاتفاقات ثنائية بين الرياض وواشنطن. Вчасна підтримка нашої армії сьогодні позитиву. В цьому пункті я. بعد إقرارها بالتراجع شرقا، أوكرانيا تطالب الغرب بتسريع الإمدادات، والناتو يجدد ثقته بانتصار كييف. حلفاء ترامب يصطدمون بمحاكمات جنائية في الولايات المتأرجحة، واستطلاع جديد يكشف تدني شعبية بايدن. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى أبرزها. من لبنان، حماس تضرب شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، والمواجهات بين حزب الله وتل أبيب تجبر 90,000 لبناني على النزوح. وعلى طريقة شركة هواوي، مسيرات دي جي الصينية الأشهر قد تعلق في شباك الكونغرس الأمريكي. واشنطن تتجه لحظر الشركة المصنعة بحجة الأمن القومي. وحماس تطرح وجهة جديدة خارج الصندوق تماما عن جهة ربما تتجه إليها، ولكن هل الأرض ممهدة إلى تلك الجهة؟ ولدينا أيضا لماذا أغضبت الدراما الإيرانيين؟ ما علاقة إيران بحسن الصباح الحشاشين في خارج الصندوق؟ مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى الساعة الأولى من العالم الليلة معي ليا الاختيار، وأبدأها مشاهدينا. قبل أن أستكمل الملف الأوكراني والحرب الروسية، سنشير إلى هذا العاجل الذي وردنا قبل قليل عن خروج تظاهرات جديدة لعائلات المحتجزين بتل أبيب. مزيد من التفاصيل مع الزميل غسان. غسان، ماذا لديك ويعني حدة الاحتجاجات التي عادت إلى الشارع؟ بالفعل ليال، هناك احتجاجات خرجت في تل أبيب لعائلات المحتجزين في غزة. طبعا هذه استطلاعات الرأي ستتغير كثيرا من هنا إلى وقت الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هناك تعديل دائما عليها. نتابع لعالم الليلة ولكن بعد الفاصل. اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض. أكمل مشاهدينا العالم الليلة ولكن إلى الرياض، حيث اختتم اليوم في الرياض أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. مشاهدينا أختم الساعة الأولى من العالم الليلة مع العناوين. And in this moment the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide. بلينكين يكشف عن عرض صخي لحركة حماس حول الهدنة واتهامات إسرائيلية للسنوار بتعمد التباطؤ بالرد. On the bilateral agreements between the Kingdom and the US, we are very, very close. Most of the work. وزير الخارجية السعودي يتوقع إبراما قريبا لاتفاقات ثنائية بين الرياض وواشنطن. Вчасна підтримка нашої армії сьогодні позитиву. بعد إقرارها بالتراجع شرقا، أوكرانيا تطالب الغرب بتسريع الإمدادات، والناتو يجدد ثقته بانتصار كييف. حلفاء ترامب يصطدمون بمحاكمات جنائية في الولايات المتأرجحة، واستطلاع جديد يكشف تدني شعبية بايدن. وبعد قليل ألقاكم في الساعة الثانية من العالم الليلة، فتابعونا.